فضيلة الشيخ المقرئ الأستاذ راغب مصطفى غلوش ما تيسر له من القرآن الكريم، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير. وكان الإنسان عجولا. إن هذا القرآن يهدي ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك اقرأ كتابك اقرأ كتابك اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. صدق الله.